هذا الفيديو بمساهمة. تحب تكبر فيه يا ولدي؟ نحكي على الانستغرام متاعك، شبيه مخك مشال بعيد؟ عليك بسيت فولورز فور لايف، تلقاو اليام تيو في الديسكريبسيون. كان تحب تشري كونت نتفليكس، كونت سبوتيفاي، تحب تشري يوتيوب بريميوم، تحب اي بي تي في، تحب تكبر في الانستغرام، تزيد في اللايك، تزيد في المتابعين، المشاهدات، كل شيء موجود على فولورز فور لايف. الحاجة الباهية في فولورز فور لايف تنجم تخلص بالدينار التونسي، اي نعم تخلص بالكارت دي دي سيت، وتنجم زادها بالكارت فيزا، بالماستر كارت، موندا مينوت، بيات، كل شيء موجود في فولورز فور لايف. وكانوا حلت ولا ما عرفتش كيفاش تستعمل السيت، عندك الدورة متاع الواتساب هذيك تنزل عليها، فما ناس تخدم 24 سور 24 غادي، هما يجاوبوك وهما يسهلوا لك. يا شلومة توا قداش عندك تخدم معايا؟ 10 سنين هكيك شي عيار. هاي وشنية معناها؟ معناها 10 شي عيار، 10 ريتشي مني حاجة خايبة يا شلومة. يا ماما يا ماما، الحقيقة شي عيار مايش منك حاجة خايبة، أنا ريت منك كان البيع شي عيار. شوف عليا في الشينة شيش بونو ويت شعريتي تتشب في وقتها، ريميت تريجي موا هاتي أموري كل بريقلة شي عيار. مالا تنجم تفسر لي شنو اللي قاعد صاير؟ السلعة اللي نجينا خوها يشدها الحاكم. وش عبيلك يا شي عيار؟ هذي والله مشارة، تشد السلعة يا شي عيار ولا نشدوا احنا؟ العزيز في بالك السلعة الأولى تشدت ومولاها ما تشدش؟ جيب جديد يا العجيج، الموضوع هذا في بالي بيه الموضوع هذا. ايه العزيز هاو جايك جديد وفي بالك زادة اللي السلعة الثانية تشدت ومولاها ما تشدش وهو في وسط البطوة يا العزيز؟ معناها كان بالسهل ينجموا شدوه. مش يا ليش رعد لك يريد ينجم يكون الشيد اللي عاش على الشلعة في البطوة نقش من البطوة، عمل بلونجو، عمل ضربات نتشيو كيما عم نجيب، قطع شعبي اللمبة دوجة ما عاش يشدوه. يا شلومة اقف غادي عم تحدك، شي لا نابش تفدلك ولا مشارع شي عيار. شمحني شلي عني بيه شي عيار كبير، شلي عني بيه. يا ماما يا ماما، كلام العزيز صحيح، انا حاسس فما ناس قاصدينك يا سي عيار. ما يكون كان عدوكم. اي عدوكم هو اللي قاعد يكم بسلكم. اي اقلبوا علي ما نذركم من هنا، وما عادش حد يجيني للبيرو الايامات هذي. اي تيروا من هنا يا العبسي، الجماعة بداو يحلبوا زعما ما يطيحوناش. ما تخافش يا القفسي ما يطيحوناش، وحتى كان يطيحونا ما عندهم علينا حتى بروف. وانا نمرود جيبك شبرياش بر، وانا الموضوع ذي طول تخل مخي، شكون جامع اللي قاعد يكم بشنك؟ يا ماما يا ماما، السلعة دي ما كتجي نبدأو في بالنا ببلاصتها، كان احنا الزوز سي عيار والعزيز الخباب اللي هذي خاطيتهم. بالرشمي نمرود كلامك شحيح، السلعة دي ما كتجي كان انا وياك نبدأو في بالنا ببلاصتها. يا مامير يا مامير، قولي قاعد تخمم في اللي انا نخمم فيه؟ جامع يا نمرود القفشي وعبشي. يا ماما يا ماما، أبارنا احنا الزوز هما الوحيدين اللي يعرفوا البلاصة. والله نمرود كلامك صحيح ولوجيك ياشر، اما المشكلة وين شنية ربحهم كي مشي مشي يشبوا بينا للحق. يا امي يا امي، في هذي عندك الحق، ما عندهم حتى ربح. هذي شلعني بيه هذي، هذي شعبي القفش وعمشي يحبوا يخدموا على رواحهم، يحبوا يخرجوا من تحت رحمة بوهم، شنية ربحهم كي مشي مشي يشبوا بينا للحق، ما عندهم حتى ربح في الموضوع. يا مامير يا مامير، انا قلت يطلعوش يخدموا في الحاكم وما في بناش بهم، جاو يجسوا فينا باش يكعبروا هنا. هادي نقش 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 من البيانة بتاعك هكا معناها، وليت شي عيار يخدموا في الحاكم هادي شلي عني بيه. كان جاو يخدموا في الحاكم راو شي عيار حتى من المنقالة متاع الشنطرفين شريها والبشا في يده، شبيك يا ودي شلي عني بيه قالوا يخدموا في الحاكم. هادي ابشر حاجة يا نمرود، كان جاو يخدموا في الحاكم راو بوهم يخدم فيهم، راو يشتغل فيهم، راو يغطيوا عليه ويشتروا عليه، راو يدخلوا في الشارع يخرجوا في الشارع، فهمت شنيا الحكاية؟ أبو شيب اللي يكونوا يخدموا في الحاكم، هادي ما عادش تخدم مخك، أنت خليه مخك ما عادش تخدمه، خليه مشكر مخك. العزيز، شنيا الدورة الكحلة اللي في الفيست متاعك في بلاصة الفلسة؟ شنيا هذيك يا العزيز؟ عشب، شنيا هذي؟ وين نعرف عليها أنا شنيا؟ هاو ميكرو هذا؟ يا اخي فما شكون قاعد يتجسس عليا؟ شنيا الحكايه يا العزيز؟ العزيز شنيا الحكايه هذه؟ يطلعوش المخابرات يتبعوا فيك، الكلام اللي قلناه الكل راه مسجل عندهم توا. ايه يا العبسي ظهر لي تحشينا يا العبسي، طيحوا الميكرو باش يحلب لنا يا العبسي، شنو نعملوا توا؟ اسكت على روحك يا القفسي، امبوسيبل يطيحنا.
حاسبها مليح. برا 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 برا، هذه مش المخابرات، عرفتوا شكون؟ الليلة نروح للدار ما نوريك فيه. أعجب سي عيار، ما تقوليش واحد من الفاميليال متاعك. تحنا يا العبسي تحنا صاحبي، ولا تحنا سيء، أنا الليلة باش نقطع من الدار. سمعتو كي قالك عرفتوا شكون واحد واحد من الدار، سيء صاحبي، تحب تقطع معايا مرحبا، أنا مقطع صاحبي. يا ولدي شبيك نعجة يا القفسي، تبيع في الأعضاء وتبيع في السفر تراب وخايف من بوك، اكبس روحك. نحبك راجل وتواجه. يا ولدي سلي عني بيه، قالوا نحبك راجل وتواجه، ما تعرفش بابا انت كي يبدا مكشكش. ايه في الامور هذه يا صاحبي انا نولي مانيش راجل وما نواجهش. يا وجيه يا العبسي، جيه يجري عجيجة يا العبسي، خبيني برس امك ولا قل له انت القفسي وقول تريحه في بلاستي. يا هاملة تتجسي علي حتى تيلي ميكرو، اه سخايلي في روحك في قتله هكا وتعرف التكنولوجيا والدنيا، اه بالك تسخيليني تفل صغير، تحب تعرفني وين مشيت وين جيت. حطيت لك ميكرو ونتابع فيك وين مشيت وين جيت، شوفك الزين وشوفك العين اللي باش نبقى نتجاشس عليه، وين مشي وين جي هذيك اللي مزي. ما تحشميش على روحك في العمر هذا تتجسي على راجلك، اه كان مشيتي صليتي ولا مشيتي سبحتي راهو ربي راه. قولي روحك الشي هذا، على الاقل انا سلاويتي الكل نصلي فيهم حاضرين، ابكي على امك ما تعرفش القبلة منين. اهديت انت يا راجل، وليت تهز في الجيبية وتحط في الخابية، هاني كل ما نصلي ندعيلك باش ربي يشفيك. اكرم علي يا نجم فيسا، اخرج من قدامي. يا القفسي جيت في راس امي المرة هذي. عادي عادي يا العبسي، يا اخي جيتك جديدة، ينهاروا طوله هما يتعاركوا، اتو يعمل دورة ويرجع. كان جيت المرأة هي اللي قاعدة تتجسس عليا، راي سمعت هدرة الشلبيق وهدرة البناويت، راي لهديري كل سمعتهم، نتصورها راي ركحت فيا بالكف من اللي دخلت الباب الدار. لا يا عيار، امبوسيبل تكون مرتك هي اللي حطت لك الميكرو، وانا زعما شكون قابلت اليوم، والله ما عادش فاهم شي، زعما كالطفلة متاع البار هذيك، ما تكون كلم مسخة هذيك، تحب تتجسس عليا باش تعمل لي شونتاج متاع فلوس، اكيد 100% ما تكون كانك الملهد. ثمير برثولية صاحبي، علمي لي صاحبي القرصة هذي متاع بروفيسيونيل برثولية، معلم صاحبي برثولية انت اكثر واحد صاحبي تعرف تدور في السل. يا جبا صاحبي في بالك بها سهلة كيكة، اللي يجي هو يدور. يا ودي صاحبي يزمك فورماسيون جبا، تحب صاحبي تتعلم نعمل لك صاحبي 4 سيونسيت في الجمعة صاحبي، وتجيب صاحبي الورقة والكيف والدخان صاحبي والكاليت زاد على حساب. بيه ثميرة صاحبي، هاي ثي سيزون توا وثيف وقعت، كان خدمت شوية تلم صاحبي حق الفورماسيون، عمل لي فورماسيون تنوه الروحي صاحبي، نقعد في السلة ندور سواقر باهي، سواقري ديما كلهم يذوب الكرث. يا جبا هما هذوكم سواقر تسمي فيهم صاحبي، تقول كعبة بريك سويبع هزة صحتها صاحبي، مبلعب بالبطاطا المصموطة والمعدنوس. هدي كانك عليه ثميرة انا صاحبي، المهم يدور مو مثل تكيفوه، هو ثمين ضعيف بوتي مثك اللي ترين حديد عامل كوتس في فيثالة بريفية، ولا مهم صاحبي بثيث على صاحبي وفي الاخر بثطيث الكار، كيف كيف عندي انا الثمير. يا جبا صاحبي يا جبا، يدي صاحبي التدوير فن راهو صاحبي، ودي مش اللي يجي صاحبي يعرف يدو، في بالك صاحبي اللي يجي كيكا يعرف يدو، ودي صاحبي يزمك صاحبي برشا براتيك وبرشا جوانت وبرشا كعبة ورقة صاحبي تتقطع وبرشا جوانت صاحبي تتفرت كيكا صاحبي، هي دز البيب صاحبي وادخل دور قديش بيك قدي صاحبي، يمشي يا تصامير يا تصامير يا تصامير، امشي صاحبي دور دور صاحبي، وهي صاحبي خلي العوي شعل هي، امشي يا تصامير خف روح رك صاحبي ياسر رالونتي صح. يا العو صاحبي ما عادش تعودها حتى بتفدليك، معناتها انا صاحبي نتعب ونعمل كالة وندور، وانتي صاحبي تجي تمد شويربك قبل ولد سميرة وتشعل وتبدا تبوخلي في وجهي، برا العو صاحبي برا ما عادش تعودها حتى بتفدليك. يا القفسي صاحبي ما فهمتش علاش معيط له العو، مسيس يقعد معانا هذا. ايش نبقى كل مرة قالوا العو صب لي مليون، قالوا العو صب لي زوز، عاو جبته هو اورويته بحذايا لهنا للدار، امشي يا العو زيد صب لي 3 اخرين. يدي قفسي صاحبي تحت لي بالرسمي، يدي ما عنديش نص ساعه صاحبي، صبيت لك 7 عملين صيين صاحبي، دقدقتهم 7 عملين كل شخص خسرتهم 7 عملين يا قفسي. يا ولدي مالك ومالي،
صب اللي قلتلك عليه وسكر علي فمك. ودي قفتي ثعبي تحكي بالرزم يا اخي، لعبت بسبعة ملين واخسرتهم الفلوس الكل، ومثلت تحب تزيد الثب. ودي قفتي ثعبي كان عندك فلوس فاضل عليك ثعبي، ايه تعطي سوية للذبة يا جبة؟ قديش تحب نعطيك صاحبي؟ ايه تقفتي ايه ثعبي قد ما تحب، ايه ثعبي عشرين الف اي هير. زايد يا جبة، الفقري فقري صاحبي. يلعو كيسة صب لي ثلاثة يرحم والديك، لنجين صبك انتي في الكون. يلعو بر مشي يروح صاحبي، بروح يلعو تفل فلوسه وكل مشيت في القمار. جريرك انتي وامثالك، كان ما جيتش انتي عندك الاوروات رب صاحبي ما يصبش وما يقمرش. برا صاحبي يلعو اقلب وجهك خير من نقوم نركع فيك بالمشطة. صامير يا صامير اش دخلك صاحب، ديما تحشي في خشمك في اللي يهمك صاحبي في اللي ما يهمكش. سيبنا يا صامير نخدمو على رواح، تحسبني كيفك صاحبي بطال ياخذ المصروف من عند العزوزة؟ سيبنا صاحبي ونسقاطو معاك يا صامير. يا ولدي هذه خدمة تسمي فيها؟ يا ولدي في نص ساعة مصرف الراجل في قريب 10 ملايين وتقولي نخدم على روحي؟ برا يلعو برا يلعو، اقصد ربي خير لك يلعو. يا صامير مش انت صاحبي تقرر هون شكون يروح، تحب تروح بروح. يدعمسي عيار او كسيبون، يدعمسي عيار او كسبيت لك 3 ملايين يدعمسي عيار. شي اليوم ما حبيتش تختف عكس على الاخر، الكل ما كولد سميرة وجهه احرف. يا ولدي ايش من ولد سميرة وجهه احرف؟ من لا يودي 10 ملايين راك تحكي عليهم شو قمار؟ يودي 10 ملايين صاحبي نشري بيهم سونسيس ونكريها صاحبي في النوار وتقعد تصرف عليا، خير صاحبي مني نحطهم في القمار هكاك مشيو في نص ساعة. يا سميرة صاحبي تو برزولية بتستعمل مثروعة ذي بعثر ملين تثري ثونثيث ترك حالها معناها صاحبي في دونس تنفخلها العزيلي وتحط لها عزلة ربسو كور هذيك منتيلي في الماء، تبدأ معناها صاحبي أمورها من يقلها تمثي في الكياس وكل شيء. يزي واحد معناها وسميرة بسكري من عندك تكري له بزمد ولا سميرة تكري من غير زمد انتي صاحب؟ يا جبا صاحبي بتبيعها صاحبي مش نكري له بزمد، كان لا قدر الله صاحبي يدخل لي بها في حيط ولا مش نعمل انا صاحبي وقتها، على الاقل صاحبي زمد هذيك نصلح بيه. عادي سميرك كي بستكريها بزمد انت صاحبي تمشيو للوكاسيون يكريو من اللوكاسيون وكرهب خير وواحد مخه مرتاح مصنفيه خرده ب 10 ملايين بري سميره بر مسروعه ذي فاسل على الاخ. يا جبا صاحبي كلمه قلتها صاحبي اكيد كلمه قلت نشري سونسي صاحبي نعمل مشروع كبشت فيه الموضوع تسال على زمد واللي تحكي لي على عجله الروتسوكو وعلى الاكسيدو عظمت بري يا جبا صاحبي اخرج من مخي جبا مش يدي جبا راني رام 10 ملايين يا جبا راهم شوف في نص ساعه يا جب. يا دعمسي عيار اني مروح صاحبي اني مروح يا دعمسي عيار، عندي العزوزه الله يرحمها في الدار مستحقه طرف قضيه نكلمك يا دعمسي عيار، خلي تليفونك محلول صاحبي. ايه يا العو جوك بيه او كفما شكاره فلوس ورا الباب هز اللي صبيتهم لي وخذ اللي تسالهولي. يا دعمسي عيار شكاره فلوس جمله واحده يا دعمسي عيار، تعاملوا بالشكاير هوني برجوليه معلميه صح معلميه صح. برا العو صاحبي انت لك وسلم على العزوزه الله يرحمها. القفسي صاحبي بوك ذي القفسي بوك ما يدخل الزعمه. ايه ليه الاولاد جاوكم بيه ما يدخلش بالقدر انا وبابا. امور قدر انا وبابا ما فات الكوش جوست خبيه الجوان توكا اول اولاد. بابا اش بيك لاباس؟ في منين لاباس يا القفسي؟ ايه تلقاشي عندك جوين وخنعمر راسي. ها شنو بابا؟ ما فهمتكش راني. جوينو يا القفسي باش نتكيفو سيكي ميمي. صلي على النبي يا بابا مش متاعنا الشيء هذا. يا ولدي ريحة التكرور يتعطعط في الدار سيب عليك من اللغة هذه تسخايني ما في باليش بيك. يا ولدي الريحة خارجة من تحت الباب. والله ايش باش نقول لك يا بابا بيه لحظة برك اني جيتك. الولاد تعطيوني جون تو كعبة ورقة. ودي قفي ثعبي ما تقوليش مروح. ودي استنى ثعبي بس وصلني معاك انا مروح خويا خنروح معاك. يا جبا من اللي بها ما عندك يا صاح؟ يا ودي قاعد في دارهم وتقول له يا القفسي ما تقوليش مروح؟ يا ودي انت كيف ما شكومش يروح انت يا جبا باش تروح؟ يا القفسي صاحبي وقعد صاحبي وقعد تكيف بحذينا يا ودي وين ماشي يا القفسي؟ ياتي ليه يا سميرة مش ليانة مش نمد البابا. يا رسول الله يا رسول الله يا ودي مش كنت تقول انا وبابا بالقدر ومور قدر من فد الكوش حاسينو يا القفسي من القدر ومن الهيلمان يا صاح؟ تكمي انت وبوك يا القفسي. يا سميرة يدي مالك ومي ركعت تعمل لي في ستريس، هات اللي قلت لك عليه واخرج من مخي. هاك يا بابا هاك تعرف تدورها ولا ندورها لك؟ وانت يا القفسي تعرف تدورها ولا فما شكون يدور لك فيها؟ ايتي ليه يا بابا فهمتني بالغلط راك. ريتني انا يا القفسي ندورك انت واصحابك اللي في البيت والعبسي اخوك وامك نلفكم في سيجار والناس الكل ونتكيفكم في نفس واحد. هاي تبرم من قدامي.